بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمامنا هذه المباراة لزميلنا محمد دغريري نوب. هذا أوسخ خصم تقريبا قابله على الأقل هذا الأسبوع. جو كمية ثلاث مباني يقفل يلعب رمي الغيلان وسم. شايفين وصاخة كيف؟ هذا وصخ ولا ما هو وصخ؟ والله إنها مخنس. فمن جد يعني حقيقي أنا وقعت أقول نوب محظوظ من نوعية الخصوم اللي قاعد يقابلهم، لكن حاليا والله انظلم، قاعد ينظلم. مع ذلك كفو والله، والله كفو. يمديه يقدر بس يركز. أي اللي يقولك السم ضعيفه ما أدري إيش يقولون لك. السم ضعيف، السم كرة النار أقوى من السم. شوف كيف السم شال كم من البرج. يا لطيف هبط هبوط كان اليوم 6500 تقريبا، يعني اكيد فوق 6300 6400 تقريبا كذا. الان شوف كيف الظاهر انه يحاول يساوي او يعادل فيصل. فبنشوف ضد صيني هذه المرة نوب يلعب كوخ الغيلان من طرف والخنازير من طرف وأبير ظلام بعصار شالوا كل الحشد الخنزيري هذا. الله المستعان. شو كيف الصيني ما راح يترك لك أي فرصة وأي مجال. بيكون في سم تشكيلة، هذه في سبلين. كان توقع إنه في سم، لكن شكلها نعم مقبرة. اوكي ممكن يكون الحل هو الميجا نايتس. ممكن مشكلة غنم الصواعق. ممكن مشكلة زي ما انت شايفين مفجر. ياه والله هنا مقرف، والله هنا مقرف. ثلاثة اكسير ورا الغلم. جي من الان جي كل هذا عشان نصد الغلم. لعب صواعق، لعب كوخ غينان، لعب ساحرة ام وما قدر يصد. فالحمد لله. ولعب المجانايت، لا ننسى لعب المجانايت. الحمد لله على نعمة البيك. شوف لي كيف يلعب كرة نار هنا. الآن ابلع برق الآن. الحمد لله على نعمة البيك والسياف. وما حد الشاف تخلص من الغلم، يجي لك أمير الظلام.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربي، ايش ذا، ايش ذا الرعب اللي يعيشه هذا الآدمي؟ اليوم اليوم هو يومك يا نوب، لأنك لا تلعب بالك في بيكا مست. اوف 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 اوف. واو واو واو، الجلد كان من الآلة الطائرة بالميجانايت أتوقع بالأخير، رمية من غير رامي. واو، شيء جميل، شيء عجيب، شيء غريب، شيء مريب، والله شيء جدا عجيب. أتمنى تكونوا استمتعتوا، والسلام عليكم.